وسط الملعب، نقلها على اليسار، محاولة صميلي لكن عادت الشهري سلطان، الكرة معاه إلى عبد الله الحربي. عبد الله الحربي كابتن فريق الخلود يلعب كرة عالية للأمام، رأسية أبو شماد عادت من جديد، عادت لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. كرة ملعوبة، سلطان الشهري حاول يعدي، سلطان يتقدم، محاولة الآن للأمام، محاولة أيضا وحكم ممتازة جدا حسين النطار، كرة ملعوبة، حسين النطار يلعب كرة باتجاه من مخليف لكن التغطية موجودة من سلطان الشهري، يلعب كرة باتجاه من مخليف لكن مقطوعة. شوف جويل حارس بمواصفات الليبرو يا جماعة، ما شاء الله فعلا الكثرة تغلب الشجاعة والمهارة وكل شيء يا لوسيانو فيتو. اللعبة على طول صعاد عرضية باتجاه باي، محاولة الآن إلى خط باتجاه الشهري، طويلة الشهري لعبها بشكل ممتاز، يحاول يعدي، عادت لليسار إلى سعود الشهري أو سلطان الشهري، صوعان نقلة ملعوبة للأمام، دي محمد أبو شماد، عبد الرحمن نقلة للأمام لكن مقطوعة من سلطان الشهري، تعود عالية لكن مرة ثانية لصوعان إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب الخلود. البداية حتى الآن وهناك شيء عزيزي المشاهد، والله إذا فاتك الشوط الأول تقول والله فاتني الشوط الأول، لا هذا خلي يفوتك الشوط، لكن خلنا نشوف الشوط الثاني. تقدم صوعان، يحاول يعدي، يحاول يمر، عاد للخلف، ربما نشاهد ضيف قادم، وأيمن مخليف يحاول يعدي، يحاول يمر ولكن تأخر فيها مخليف، عاد لعب الغزية، يضطر الغزية لعب الكرات الطويلة، هذا مثل اللي عملها الكسندر هذا، وبالتالي ما يعمل الخلود حتى الآن. اللعبة على طول على اليسار، شوف الخلود يستحوذ أكثر من القادسية، شوف الخلود مدافع تمر، محاولة الآن عدي خطيرة للخلود، عرضية لعبة القادسية تتمرر، حاول جهة اليسار عزيز العثمان، حاول يعدي يمر لكن لا زالت الكرة موجودة أمامية اتجاه جهاد، تعود من جديد